أم مريم، أهلا وسهلا. السلام حضرتك. أهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن أسأل الشيخ سؤال لو سمحتي؟ اتفضلي يا فندم. حضرتك، أنا كنت قاعدة مع حماتي الأول، فبعد كده إيه حصل ما بينه وما بينها يعني إيه خلافات شوية. نعم. فجوزي سابني يعني إيه قعدني في شقة لوحدي، وهي يعني في بيتها لوحدها. ماشي. فإحنا بنروح لها كل يوم وبنزورها وبنعملها، في يعني إيه حصلت مودة ما بيننا يعني الحمد لله، وبقينا كويسين. دلوقتي بقى إيه يعني هي ما بتسألش علينا خالص، أنا وبنتي ما بت يعني إيه يعني زهقنا مننا خالص، أي حد بيتكلم بتناها تقول له ده سابتنا وعملتنا وكلام من ده. فإحنا كده حرام علينا اللي إحنا يعني إيه قعدنا في شقة لوحدنا ولا إيه يعني؟ ماشي يا حبيبي. حاضر. ليس حراما ان الزوج ياخذ لزوجته شقه خارج بيت ابوه وامه، ليس حراما. الزوجه لها حق النفقه والكسوه والسكنى. طيب، كتير من الناس بيخلطوا يقول ان واجب على الزوجه انها تخدم ام الزوج، هذا من باب الفضل وليس بالامر. ان خدمت ام زوجها فهذا فضل ومنه منها، تثاب عليها من الله، يعني يكافئها الله على هذا الفعل عندما تكبر، ويعني أزواج أولادها يكرمونها كما أكرمت أم زوجها. يعني زي ما احنا بنقول كل حاجة كويسة الواحد بيعملها بتقعد له. بروا أباءكم تبركم أبناؤكم من باب الفضل. واللي بيعمل حاجة وحشة بتقعد له برضه. فهي لو قعدت في شقة تانية خارج بيت الأم ما فيهاش حاجة. طيب، هي ما بتسألش عنهم، اسألي أنت عنها. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رب العزة يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وسيدنا النبي يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. من حق الزوج على زوجته أن تكون بارة بأمه، ده إكراما لزوجها. والله أعلم.